بمناسبة الاحتفالات بعيد أمنا العذراء، أقيم في مزارها بدير رفات شمال غرب المدينة المقدسة بفلسطين قداس إلهي ترأسه سيادة المطران يوبولدو جيرلي، وبحضور عدد من المطارنة والأباء الكهنة وفرسان جمعية القبر المقدس ولفيف من الضيوف من الأردن ومختلف أنحاء فلسطين. المزيد من التفاصيل مع تقرير مندوبتنا في القدس مارلين الحدوي. احتفلت أبرشية القدس بعيد القديسة مريم العذراء سلطانة فلسطين في مزارها في دير رفات الذي يقع شمال غربي المدينة المقدسة، حيث ترأس القداس الإلهي المطران ليوبولدو جيرلي القاصد الرسولي في فلسطين والقدس، وذلك بمشاركة المطران بولس ماركوتسو والمطران حنا كلداني والأب الدكتور يعقوب رفيدي رئيس المعهد الإكليريكي والأب رفيق نهرة وعدد كبير من كهنة البتركية والشمامسة وطلاب المعهد الإكليريكي والرهبان وعدد كبير من الراهبات وفرسان جمعية القبر المقدس وسفير دولة فلسطين في الفاتيكان السيد عيسى كساسية والمؤمنين القادمين من جميع الأراضي المقدسة بالرغم من وجود الحواجز والصعوبات التي تعترض سبيلهم. وفي عدة الأب حنا كلداني خلال القداس الذي حمل صاحب السيادة الأسقف جيرلي أمانة الحب والسلام ليسلمها لقداسة البابا فرانسيس، وفي كلمتها أيضاً بطلب لأمنا مريم العذراء حيث قال: يا أمي أقبل يديك الطاهرتين ودعيني أرقص أمامك فرحاً، أسلم عليك يا أشرف الناس وأجمل الخلق، دعيني يا أمي أبكي حزناً أمامك وأشكو ليسوع ولك حالي، يا عذراء يا قادرة يا قديرة، نعم يا أمه كل البشر هم أبنائك المسيحيين وغير المسيحيين، الفقير والغني، البعيد والقريب، الأبيض والأسود، فأنا طفلك المدلل فضميني. عيد سلطانة فلسطين هو عيد يحظى بشعبية كبيرة، فالحجاج يقفون جنباً إلى جنب بطلب شفاعة أمنا مريم العذراء. وفي نهاية القداس اشترك الجميع بالدورة التقليدية وهم حاملين تمثال العذراء وبرفقة أجمل التراتيل من جوقة المعهد الإكليريكي. أنا كتير مبسوطة اليوم بوجودنا هون بدير سيدة رفات سيدة فلسطين. أكيد هذا الاحتفال مهم كتير بالنسبة لإلنا لأنه مريم العذراء هي إمنا، ونحن إذا في عنا أمل إنه الفلسطينيين يضل وجودنا المسيحي حاضر بقوة وبأهميته، فإحنا أكيد بنلتجي لإمنا مريم العذراء سيدة فلسطين اللي هي تجمعنا دايما، تخلينا موحدين وتساعدنا دايما ننقل شهادة المحبة، شهادة الانتماء لكنيستنا، محبتنا لبعضنا البعض، وأكيد هدفنا الخلاصي لجميع الناس. فهذه صلاة من العمق، صلاة السلام، نصلي لسيدتنا مريم العذراء أن تحمينا، تحمي شعوبنا، تحمي أهلنا في فلسطين وفي الأردن، وهذه تمنياتنا. ولا بد للسلام أن يأتي، ولا بد للخير أن يأتي، ونحن هنا مع الجموع الكبيرة مؤمنون بالعدل والحق، وفي نهاية الأمر الشمس ستخرج بقوتها بإضاءتها لإرسال كلمة الله، كلمة المسيح، كلمة المحبة، ونحن كلنا مع المحبة ومع الخلاص. شكرا. كل أبناء فلسطين المسيحيين أجوا ليقولوا لمريم العذراء أنت أمنا، وبنجدد العهد معك ومحبتنا لإلك في هذا اليوم المبارك، طالبين منك تحمي هذه البلد، تحمي هذه الأرض، تحمي هذا الشعب اللي بصرخ إليك أعطينا السلام، أعطي بلادنا العدل، أعطي بلادنا الحق، أعطي بلادنا الحرية.
هذا هو معنى هذا النهار، معنى هذا التجمع الكبير من سائر أنحاء فلسطين التاريخية. كل عام والجميع بألف خير. اليوم لأول مرة بحياتي بيجي بحضر هالمزار، كتير حلو كتير حلو. إن شاء الله العذراء بتجمعنا ونكون كلنا يا رب نعيش بفرح وسلام لكل المعمورة كلها. هاي أول تجربة إلي وكانت تجربة كتير حلوة، وأتمنى أنكم تيجوا على الضفة وتزوروا هذا المزار، تزوروا هاي الكنائس. We live here in Herzliya. We'll be here for a couple years. But as a devout Catholic coming from the Diocese of Fort Worth, we're here in amaze with how Mary and the church just brings us all together, all creeds, all peoples. And it's awesome to be with the Palestinians and the Arabic people and celebrate the Mass with all the different languages, Hebrew, Italian, French, everyone, and we praise God every day and thank Him for all the goodness that He's brought to us. تجمع وعيد سيدة فلسطين بالنسبة لي هو العيد المركزي والأساسي والجوهري في حياتنا كبطركية لاتينية، وهو العيد الذي يعطينا معنى لوجودنا في هذه الأرض. هي بنت هذه الأرض وسيدة هذه الأرض. البنت تصبح سيدة، والسيدة هي البنت مريم العذراء اللي بتعطينا غنى وبتعطينا قوة جديدة وبتعطينا حياة جديدة. زي ما أنتم شايفين اليوم في عنا رعاية جايين من الجليل، جايين من فلسطين، جايين من الأردن، جايين من كافة أنحاء العالم للاحتفال بعيد سيدة فلسطين. العذراء مريم هي أم الجميع، هي أم جميع العالم، فبالتالي إحنا بالأرض، أرض العذراء موطنها، إحنا بنحتفل مع بعض بهذا العيد وندعو للسلام، وندعو للتآخي، وندعو للمغفرة بين بعض حتى إحنا نكمل مع بعض المسيرة نحو يسوع المسيح. العذراء بتجمعنا زي ما جمعت التلاميذ بالعلية، وهي دائما جمعتنا في كل مكان. فبتمنى للجميع عيد مبارك وكل عام وانتم بخير بعيد سيدة فلسطين. فأنا كل سنة بشارك، هو بيطلع باص يعني من قريتنا لهون، وهذا الإشي بيعتبر يعني زي جزء من مثلا من كنيستنا، وهيك إنه إحنا كل سنة بنشارك، وهذا الإشي يعني زي إحنا بنمارسه دائما، يعني خلص كل سنة إحنا بنيجي هون والكل بيشارك بهذا الإشي، وكتير بنكون مبسوطين عشان بنشارك الناس بالصلوات، وهذا الإشي يعني بيعتبر إشي مهم بالنسبة إلنا إنه هذا الإشي الديني، وإحنا كتير مبسوطين في هذا الإشي. بوجه شكر لنورسات الأردن عشان هي كمان اشتركت بهذا الاحتفال وشاركتنا. كل عام وانتم بخير. احنا كل سنة تقريبا بنشارك في هون دير رفات بسيدة فلسطين، في عيد سيدة فلسطين. زي ما قلت يعني صار هذا زي عيد سنوي للسكان، للأهل المسيحيين في فلسطين. طبعا احنا كل سنه بنيجي مشارك في سيدة فلسطين، ولا يمكن نترك هذه العاده، حقنا نيجي. مزبوط تغلبنا شوي على المحاسين لما وصلنا، قعدت تقريبا ساعه وربع تدخلنا، ولكن الحمد لله بنيجي من كل العالم كلهم. كل عام وانتم بخير، وبنتمنى كل سنه يجي يا رب وعيده. وهي سيدة فلسطين لنا فخرنا، بنحيي كل المؤمنين في العالم كلهم يا رب تيجوا تصلوا معنا. للنورسات مارلين الحدوه من دير رفات القدس.